هي مشروع ملكي الحمد لله، لأنه كتركز على القضية ديالنا الوطنية كما قال سيدنا. قضية الصحراء المغربية ليست قضية دولة ولا قضية سياسيين ولا برلمان ولا 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 ولا، وإنما هي قضية شعب بأكمله. إذا الشعب كله كينخرط في هذه القضية من طنجة إلى الجويرة، شباب وشابات ورجال ونساء وكل كذلك. فكنحييكم جميعا إخواني أخواتي، وكنحيي من هنا من هذا المنبر هذا الأخت اللي غادي تكلف برئاسة الفرع المحلي للمنظمة ديال العرائش أستاذة مريم. وكنحيي كذلك لا ننسى الدور ديال مصطفى مزوز رئيس الفرع المحلي ديال القصر الكبير، وممثلة ديال النساء في القصر الكبير أستاذة فاطمة برهون، تحياتي ليها كنحييها من هذا المنظر هذا. وكذلك الشباب ديال العرائش والشباب ديال القصر الكبير، ومن هذا المنظر كنرفع قبعاتي للشباب ديال إقليم الحسيمة، اللي شباب في أحسن المستوى، شباب اللي قدرت ندخل للحسيمة تتعفوا الحسيمة في هذا الوقت الراهن هذا، وما يجري في الحسيمة، وباش تقنع الشباب ديال الحسيمة غادي يخص واحد طيبوبة، واحد الروح وطنية. وكيفاش غادي تستثمر ديك الروح الوطنية في ذوك الشباب؟ والحمد لله الشباب كما كيقفوا بالشعار الوطني وكيدليو بالبيعة ديالهم يزيدنا الله ينصرو. فالحمد لله هذه واحد الميزة اللي كنمتازوا بها جميع إن شاء الله كمغاربة، في إطار حبنا الوطن ديالنا، حبنا لضامن استقرار الوحدة الترابية والمملكة المغربية الشريفة سيدنا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره. ولا يخفى عليكم إخواني أخواتي، ما مجيئنا هنا إلا تكميل واحد العمل الاستراتيجية المكتب الجهوي، لا في إطار الأقاليم والفروع المحلية، ولا في إطار فروع ذلك ديال الأقاليم والمحلية كذلك للمرأة، ولا في إطار كذلك ديال الشباب. والحمد لله ونحن مقبلين على ملتقى في مدينة الحسيمة، احنا دخلنا الملتقى في مدينة الحسيمة ملتقى شبابي، أول مرة تقوم به المنظمة في إقليم الحسيمة، والحمد لله غادي تأتى لنا إن شاء الله، وغادي نكونوا منتصرين إن شاء الله باش نخليو الشباب، لأنه المنظمة كتعدم أولويات ديالها كما قال سيدنا، أولويات للشباب المغرب من طنجة إلى الجزيرة لا نستثني أحدا. ليس عندنا فرق بأننا لا شمال ولا جنوب ولا 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 ولا، المغرب سواسية الحمد لله، من طنجة إلى الجزيرة كلنا مغاربة، وكلنا تحت السيادة السامية لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي الأخير أهنيكم، وأنا جد جد مسرور على الحضور ديالكم، ولثالث مرة كنهني إقليم العرائش، وكنهني الشباب ديال العرائش اللي عندي معاه واحد ميزة أخرى في شكل آخر، وكنهني الساكنة ديال العرائش، وهذه هي المدينة اللي أنا كتعجبني، هذه مدينة العرائش لأنه فيها من كل فن. تحياتي لكم، ومعكم عمر الرهيب ومنسق الجهاوي.